زي كل المجتمعات، مجتمعنا للأسف أكيد طبعا فيه بعض السلوكيات الخاطئة والسلبية اللي بتأثر بشكل كبير جدا يعني في المجتمع بشكل سلبي، وبتكون وطبعا بتكون مرفوضة تماما، وطبعا كمان لازم نعترف بيها ولازم نحاول ان احنا نغيرها. النهاردة في الفيديو ده هتكلم معاكم عن مجموعة اخطاء ومجموعة كده من السلوكيات والسلبيات اللي بتحصل في مجتمعنا، وايه هي الاخطاء ديت علشان ما نقعش فيها، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نبعد عنها، لان هي سلوكيات مرفوضة تماما وبتكون مؤذية للجميع، كمان بيكون ليها أثر سلبي كبير جدا في حياتنا وكمان في المجتمع يعني كله. هنبتدي نتكلم بقى في أول خطوة أو أول سلوك هنتكلم عنه. أول نقطة هنتكلم معاكم فيها النهاردة أو هتكلم معاكم فيها النهاردة هي ثقافة لا أعلم. طبعا مقولة من قال لا أعلم فقد أفتى دي من أفضل المقولات طبعا، وللأسف الشديد بيكون مجتمعنا إلى حد ما بشكل كبير جدا جدا مش بيعمل بيها أو ما بتحصلش في كتير من الأحيان. طبعا لازم يكون عندنا صدق وأمانة وثقة بالنفس، كمان نبقى ما نتحركش من فكرة إن إحنا لو مش عارفين حاجة نكون صادقين مع نفسنا ونقولها، لان في بعض الناس بتبقى عندها حتة التطوع حتى لو هي ما عندهاش معلومات عن الموضوع اللي هتتكلم فيه، هي عايزة بس بمجرد انها عايزة تثبت ان هي بتفهم في كل حاجة او بتعرف في كل حاجة، وبتبتدي انها تتطوع بآرائها وتتكلم في حاجة هي اصلا مش فاهماها او درساها او ما عندهاش الخبرة الكافية فيها. فالثقافة دي لازم تكون منتشرة في مجتمعنا، لازم نحاول بقدر الامكان ان احنا يكون عندنا الجرأة ان احنا لو في حاجة معينة مش بنعرفها، اكيد مفيش حد في الدنيا مهما كانت ثقافته بيفهم في كل حاجة، اكيد هنلاقي في حاجات بنفهم فيها كويس وشاطرين فيها وعندنا خبرات كتيرة فيها، وفي حاجات تانية اكيد ممكن نكون احنا اصلا مش عارفينها او ما عندناش اي خلفية عنها في بعض النواحي. فمش عيب ابدا ان احنا نعترف ان الحاجات ديت احنا ما بنعرفش فيها، او ان احنا مثلا نقول احنا ما بنعرفش. انما قصة الفتي دي للأسف الشديد بتبقى موجودة ومنتشرة جدا جدا في مجتمعنا، فالنقطة دي نحاول بقدر الامكان ان احنا نبعد عنها، لان دي حاجة كمان بتحسس الاشخاص اللي قدامنا ان احنا مجرد ان احنا بس عايزين نثبت ان احنا بنفهم في كل حاجة، وان احنا عايزين نثبت ان احنا عارفين كل حاجة، ومع ان بالعكس يعني الشخص اللي بيقول انا مش عارف في الحاجة دي بيدي انطباع لغيره، او بيبقى اصلا انسان صادق مع نفسه وبيكون واثق جدا جدا من نفسه، ده بيدل على ان هو مش هيفرق معاه نظرة الناس ليه، مش هيفرق معاه ان هو غيره شايفه ازاي، بل بالعكس هو انسان صادق مع نفسه، واهم حاجة ان هو يكون عنده صدق وامانة في توصيل اي معلومة. لازم نتعلم ان احنا ما نتطوعش باجابة من عندنا بغير علم، حاجة ما بنعرفش فيها نقول بكل بساطة انا ما بعرفش وعادي، ما فيش اي مشكلة ومش عيب في حقنا خالص، بالعكس ده صدق مع النفس وثقة في النفس كمان، ان الشخص يعني مش لازم يبقى عارف كل حاجة، كلنا في جوانب عندنا موجودة في مجالات كتير او في حاجات كتير ممكن نكون ما عندناش دراية بيها، كل انسان بيكون عنده قدر مثلا معين من المعرفة في حاجات معينة، وجوانب تانية بتبقى اكيد مش فاهم فيها او مش عارف فيها، فمش عيب. فلازم نحاول بقدر الامكان نعمل بالمقولة اللي انا لسه قايلها اللي هي من قال لا اعلم فقد افتى، لان هي من افضل الحاجات اللي لو عملناها هنلاقي نفسنا، لان ممكن شخص تاني ياخد بالكلام اللي احنا بنقوله، وهو هيكون مثلا واحنا ممكن حتى لو احنا في نيتنا ان احنا بننصح وعايزين، في بعض الاشخاص بتبقى فعلا في نيتها ان هي عايزة تنصح غيرها وعايزة تضيف بعض المعلومات لغيرها، او ان هي عايزة تعمل خير فبتبتدي تنصح غيرها وهي ما عندهاش الخبرة الكافية في المجال اللي هي بتنصح فيه او في يعني في الحاجة اللي بيتكلم فيها،
فبالتالي ممكن غيرنا يعمل بالنصيحة دي وما تنفعش معاه، فإحنا ممكن نكون سبب في حاجة يعني غيرنا يتأذى منها، أو يكون سبب في أذية مننا بسبب مثلا بعض النصايح وبعض الكلام اللي خرج مننا بدون علم. فلازم نركز في النقطة دي، لازم أي كلمة تخرج مننا لازم نكون درسينها، فاهمينها، عندنا دراية فيها، عندنا قدر عالي من المعرفة فيها. فمش عيب أبدا إن إحنا نقول ما بعرفش أو ما عنديش علم في النقطة دي. النقطة بقى اللي بعد كده، النقطة اللي بعد كده هي التعامل مع الأزمات. بمعنى طبعا مع انتشار نسبة كبيرة من الأمية، وده حالة الثقافة والاعتماد على فكرة التواكل، كل ده بيكون ليه أثر كبير قوي في النقطة اللي أنا هتكلم فيها دلوقتي. النقطة بقى اللي بعد كده اللي هتكلم معاكم فيها، أو الخطأ اللي احنا بنقع فيه في مجتمعنا، هو موضوع التقليد الأعمى. وده طبعا للأسف يعني الشديد منتشر في فئة يعني أكتر في نسبة كبيرة يعني في فئة في مجتمعنا، هي الشباب أو الشباب الصغير. طبعا خصوصا بقى في طريقة اللبس، وخصوصا في قصة الشعر واللبس اللي هو الضيق والحاجات اللي هي ايه، خصوصا التقليد الأعمى للغرب بمعنى صح. بيكون عندهم فكرة الهوس بالتقليد وخلاص، انا عايز اقلد الفنان كذا، عايز اقلد المطرب كذا، عايز اعمل القصة بتاعت الممثل كذا، يعني بمعنى اصح بدون اي يعني من ان هو مثلا يبقى محتفظ بشخصيته، محتفظ ب او عنده يعني اختلاف، انه يعني دايما بقول فكرة الاختلاف، ان شخص يكون مميز بشخصيته بان هو يعني بيحافظ على شكله وعلى مبدأه وعلى لبسه، يعني يكون نوع كده نادر او حاجة مختلفة. انما فكرة التقليد الاعمى، ان انا بقلد كده وخلاص بدون اعتبار ان انا عايز يبقى ليا شخصية مستقلة، او ان انا ابقى ليا لوني معين. كمان احنا كمجتمع شرقي في حاجات كتير قوي مش بتناسبنا في النقطة ديت، فالنقطة دي حبيت اتكلم فيها لان هي فعلا بقت منتشرة كبيرة جدا، يعني منتشرة بشكل كبير جدا. وطبعا ده ظاهر في مجتمعنا في طريقة اللبس، في طريقة التصرفات، حتى في بعض الكلمات بيبقى فيه بعض الكلام اللي بيتاخد من بعض الافلام ومن بعض المسلسلات. وللأسف في بعض الافلام او المسلسلات بيبقى فيها نوع من انواع البلطجة والفاظ، بعض الالفاظ الخارجة. فدي حاجات كتير قوي مش بتناسبنا كمجتمع شرقي، فدي من اهم الحاجات اللي لازم نخلي بالنا منها، ولازم نبقى عاملين اعتبار لمبادئنا ولقيمنا ولشخصيتنا كمان. يعني لازم الانسان يحافظ على اختلافه، وعلى ربنا خلقنا مختلفين ليه؟ لان عشان نكمل بعض. ما ينفعش ان احنا نبقى نسخ من بعض، ان احنا كلنا نبقى شبه بعض، وان احنا نبقى بنسعى ان احنا نقلد بعض. ماشي، ما فيش مشكلة، احنا عايزين نقلد في الحاجات الكويسة، الحاجات اللي هي قيم اخلاق نقتدي. دايما قبل كده اتكلمت في فيديو برضو، اتكلمت فيه مش دايما التقليد وحش، يعني ممكن نقلد ان احنا ناخد حد قدوة لينا، حد يكون اخلاقه عالية، حد يكون عنده مبادئ، حد يكون طريقة تفكيره كويسة، حد يكون عنده علم اكتر مننا، فنحاول ان احنا نقتبس منه بعض الحاجات، او نتعلم من نجاحه، نتعلم من حاجات كتير، بس مش ناخد بالشكل الخارجي فقط، وان احنا نقلد بس مجرد اللبس ونسيب الجوهر، ونبعد عن الصفات اللي هي بتكون هي جوهر الشخصية او اساس الشخصية. فدي من اهم النقاط اللي حبيت اتكلم فيها النهاردة، ولازم نحاول نغيرها، ولازم ان احنا يعني نحتفظ كده بشخصيتنا وبمبادئنا وباخلاقنا اللي هي يعني المفروض تكون موجودة وتكون متأصلة في مجتمعنا. لان للأسف الشديد انتوا طبعا من غير ما اتكلم اكيد طبعا كلكم شايفين اللي بيحصل النهاردة في المجتمع، يعني ندعي ربنا ان الحال يبقى افضل من كده بكتير. بعد كده ندخل في النقطة بقى اللي هنتكلم فيها بعد كده، النقطة بقى اللي بعد كده اللي هتكلم معاكم فيها هي الغش. للأسف الشديد مؤخرا طبعا بقى فيه
نوع من الغش، سواء يعني عند البياعين، تعامل عموما مع أي نوع من أنواع السلع بقى فيه. النقطة بقى اللي بعد كده اللي هتكلم معاكم فيها هي الغش. طبعا الغش بكل أنواعه، بس للأسف الشديد مؤخرا اكتشفنا ان بقى فيه نوع من أنواع الغش في السلع الغذائية بشكل غير طبيعي، طبعا بسبب انعدام الضمير وقلة الدين. بقى منتشر موضوع الغش في الأغذية، وبقى فيه قلة جودة في الأغذية وفي الحاجات اللي احنا يعني بنستخدمها في حياتنا عموما، السلع اللي بنستخدمها في حياتنا. كمان بقى فيه جشع من التجار، نسبة كبيرة طبعا، انا مش هقول كل عشان حرام الانسان يظلم، في ناس عندها ضمير وفي ناس بتحب تتعامل يعني بأخلاقها وبتتعامل يعني بضمير فعلا، بس للأسف الشديد بقى في فئة كبيرة جدا ويعني نسبة كبيرة قوي قوي مؤخرا، خصوصا في ظل الظروف اللي الناس بتمر بيها، في ناس بتستغل الموضوع وبقى منتشر في مجتمعنا بشكل كبير جدا. فدي من أسوأ الحاجات للأسف اللي موجودة في مجتمعنا، ولازم يكون في عقاب للموضوع ده، يعني لان انا شايفة ان الموضوع بقى منتشر بشكل كبير جدا، وللأسف يعني الناس مش عارفة تعمل ايه، الناس ما بقتش عارفة تتكلم ولا عارفة تقول ايه اللي بيحصل. ف يعني ياريت نراجع نفسنا، ياريت كل انسان بيبيع سلعة يحاول ان هو يراجع نفسه، وعشان ده حرام اولا، ثانيا اكيد ربنا مش هيبارك له في الحاجه اللي هو بيبيعها. النقطه بقى اللي بعد كده حابه اتكلم فيها، طبعا انا اتكلمت في الجزئيه ديت عن الغش، وطبعا الغش مرفوض بكل انواعه في اي حاجه في كل الجوانب، بس حبيت اركز على النقطه اللي هي اللي انا اتكلمت فيها دلوقتي، علشان دي بقت منتشره اكتر في مجتمعنا. نتنقل بقى النقطة اللي بعد كده، الخطأ اللي بعد كده او النقطة اللي بعد كده اللي هنتكلم فيها، اللي بتكون موجودة في مجتمعنا للأسف بشكل كبير، هي الغيبة والنميمة. بعض الأشخاص بتحب تفسد ما بين العلاقات ما بين الناس، وبتحب تنقل كلام ممكن يكون الكلام ده غير حقيقي بالمرة، او بتحب ان هي توقع ما بين اشخاص معينين، او تشوه صورتهم لمجرد حقد مثلا جواهم، او مجرد غيرة، او مجرد حتى وان كان من غير سبب، بس بتبقى عندها فكرة الاستمتاع بان هي تشوه صورة الاخرين، معتقدة ان ده بيخليهم هما اللي في الصورة، بمعنى اصح هما اللي احسن، هما اللي افضل، او يبقوا قدام الناس ان احنا افضل من غيرنا. للأسف الشديد الثقافة دي أو الموضوع ده منتشر في مجتمعنا بشكل كبير، وده إن ده اللي بيدل على تفشي الجهل وبيدل على عدم الدين، إن إحنا للأسف الشديد مفيش يعني موضوع، يعني بقى فيه قلة الدين في مجتمعنا، ما بقاش فيه ضمير. كمان ده بيدل على ان الشخص غير سوي، الشخص اللي بيعمل كده شخص غير سوي، فالشخص السوي ما عمره ما بيقدر ان هو يفسد ما بين العلاقات، او ان هو ينقل كلام غلط ما حصلش اساسا، او يألف كمان سيناريوهات. في بعض الناس كده بتبقى للأسف الشديد عندها كمان ممكن استعداد تألف فيلم او سيناريو لمجرد بس انها تخلي شكل شخص معين قدام الناس ان هو يكون شخص وحش، او ان هو شخص كذا، لمجرد ان هي ما بتحبش الشخص ده، او ان هي بتغير منه، بتحقد عليه، ما بتحبوش لأي سبب. فدي من افظع الحاجات اللي ممكن تحصل في مجتمعنا، ولازم نخلي بالنا، ولازم الموضوع ده لو حصل ما بين اي اتنين، الشخص اللي بيسمع يحاول بقدر الامكان ان هو يعني يكون حازم في التعامل مع الشخص اللي بيعمل كده، عشان ما يكررش ده. كمان حرام شرعا ودينا، وبياخد ذنوب كتير جدا، وانا اتكلمت في النقطة دي قبل كده، ويعني نتمنى ان الموضوع ده يختفي في مجتمعنا كمان، علشان
ده من اكتر الحاجات الحرام جدا جدا في ديننا. كمان انت كده بتفسد حياة شخص تاني، وانت المسؤول عن افساد العلاقة ما بين اشخاص معينين، اعتقادا منك او منك ان انت لما بتعملي كده ان انت بتكوني ظاهرة قدام الناس ان انت كويسة، مع ان بالعكس تماما. الشخص اللي بيعمل كده معناه ان هو شخص مش واثق من نفسه، شخص بيحب ان هو يطلع نفسه ان هو الاحسن من الناس، فبيحاول ان هو ينتقص من الاخرين، فده ان ده اللي بيدل على عدم الثقة بالنفس تماما. حتى في علم النفس دي حاجة معروفة، الشخص اللي بيحب يوقع ما بين الناس او ينقل الكلام، دي حاجة بتدل على عدم الثقة بالنفس. الانسان الواثق بنفسه بيحب يمدح الاخرين، بيحب ان هو لو شاف حاجة كويسة فيه يمدح فيه سواء في حضوره او في غيره. النقطة بقى اللي بعد كده اللي هكلم عنها، النقطة اللي بعد فيها كده هي التسويف والتأجيل. دي من اكتر الحاجات المنتشرة بشكل كبير جدا في مجتمعنا، ان الشخص يبقى بيأجل دايما المهام بتاعته اللي المفروض يعملها، يأجلها لبعدين، وبعد كده تتراكم عليه بشكل كبير ويرجع يندم، يحس ان هو اجل، يعني اجل حاجات كتير، فبالتالي ده بيخليه ان هو يدخل في دايرة ما بتنتهيش. موضوع التأجيل والتسويف في ناس كتير قوي بتعاني منه. وطبعا في حديث جميل جدا على الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: إياك والتسويف، إنك بيومك ولست بما يكون غدا لك، كن في الغد كما كنت في اليوم، إن لم يكن غدا لك لم تندم على ما فرطت أبازر. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، منتظر غدا لا يبلغه. فحقيقي التسويف من أكتر الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها في حياتنا، وبنراكم على نفسنا مجموعة مهام كبيرة جدا بتدخلنا في حالة كبيرة من الإحباط، وبتحسسنا بعدم الإنجاز، كمان بتخلينا مش متشجعين لأننا نبدأ في أي حاجة، وبتخلينا برضو ندخل زي ما لسه قايلة لكم دلوقتي في دايرة التسويف اللي مش بتنتهي. فيعني نحاول بقدر الإمكان إن احنا ما نأجلش المهام اللي علينا، علشان دي من ضمن الحاجات اللي هتحطنا في حالة من الإحباط والاستسلام، وهتخلينا مش متشجعين أصلا لأننا نبتدي في أي مهمة عايزين نبدأها، وكمان بتخلينا ما عندناش حماس لأننا نكون أفضل في حياتنا. لأن الشخص اللي بيبقى مسوف بيبقى يعني إنسان كسول، وبيحس إن هو طول الوقت طاقته مستنفذة. طبعا إحنا في فرق كبير ما بين إنسان بيكسل لأن هو مش عايز يعمل حاجة ديت، وما بين شخص تاني هو أصلا يعني حاسس بإرهاق. فأنا وضحت النقطة دي قبل كده في فيديوهات، وقلت إن إحنا طالما حاسين إن إحنا بإرهاق في فترة ما في حياتنا يعني، فبناخد بريك وبعدين نرجع نكمل اللي إحنا بنعمله علشان نقدر إن إحنا نستعيد نشاطنا. فطبعا إحنا لازم من فترة للتانية ناخد فترة استراحة علشان ما نبقاش بنضغط على نفسنا. بس طبعا فكرة ان احنا نأجل ونسوف طول الوقت في حياتنا ده هيكون ليه اثر سلبي كبير جدا في حياتنا. دي كانت من اهم الحاجات او من اكتر الحاجات السلبية اللي بتحصل في مجتمعنا، ومن اكتر الاخطاء اللي احنا بنقع فيها في حياتنا وفي مجتمعنا عموما. واتمنى ان احنا نحاول ان احنا ما نقعش فيها، عشان كده حبيت ان انا اعمل الفيديو ده، ويا رب اكون قدرت افيدكم، ويا رب يكون الفيديو فاتكم وعجبكم. نورتوني جدا جدا وبحبكم جدا. باي باي.